جيش ترامب بيتشكل من قدامى المحاربين، عنوان غريب صح؟ بس الواقع ان في الوقت ده الانظار كلها متجهة نحو ترامب بعد محاولة اغتياله. انتشرت على السوشيال ميديا مجموعة من مقاطع الفيديو لمحاربين قدامى بيتجمعوا وبيرددوا القسم بتاعهم، اللي قال البعض انه عن صيانة الدستور وضمان تطبيقه. المشاهد اللي دي ازدادت في الفترة الأخيرة بعد تعاظم شعبية ودور اليمين المتطرف اللي تاريخه حافل في تشكيل الجماعات المسلحة داخل أمريكا. وهنا مش ممكن ننسى حادثة اقتحام مبنى الكابيتول اللي اتورط فيها أنصار ترامب من اليمين المتطرف. فهل يا ترى جيش ترامب هيتحول لتشكيل عسكري يكون شرارة حرب أهلية، ولا هي مجرد تجمعات والإدارة الأمريكية قادرة إنها تحتويها وتحجم نفوذها ودورها؟ بكل الأحوال خلينا نشوف واحد من المقاطع اللي تم تداولها. تعالوا نشوف التفاعل على السوشيال ميديا كان عامل ازاي، وخصوصا كانت التعليقات كانت كتيرة. هنبدأ مع اول تغريدة من نمر. نمر غرض على اكس وقال احتمال تكون حرب باردة، هذه الحشود لا تخلو من المافيا. ده كان بالنسبة لرأيه. اما كان في رأي لأمية، أمية برضو غرض وقال مؤشر قوي على اقتراب تفكك امريكا. اما كان التعليق من محمد قال فيه ترامب مصدوم بعد محاولة الاغتيال، ولا توقع انهم بيستغنون عنه.